مهم جدا ودايما انا حتى ببقى عايزه اساله وبنسى. فكره ان انا دلوقتي شفطت دهون في منطقه معينه زي مثلا في الجناب او في الارداف او في مناطق معينه وخلاص الحته دي الدهون شبه يعني اتعدمت، هل بتطلع في حته تانية؟ لان انا سمعت ان هي بتطلع في حته تانية. بصي، هو عدد الدهون، عدد خلايا الدهنيه في الجسم ثابت. اوكي، مفيش حاجه بتطلع في حته تانية او بتروح حته تانية. يعني ده كان فالسي مش موهبه. هو مش فالسي. احنا لو احنا خدنا مثل بسيط، لو انت معايا بس في الكلام، فرضا حضرتك وزنك 60 كيلو. اوكي، فعند حضرتك جناب فرضا. اوكي، وحضرتك بقى وزنك 70 كيلو. اوكي، فاكيد بقى حضرتك عندك جناب وممكن يبقى رجلين وممكن يبقى فيه دراعات. اوكي، فجأة وزن حضرتك بقى 90 كيلو. اوكي، بقى كمان في ظهر، بقى كمان في رقبه. أوكي، يبقى الدهون بتاعت حضرتك طلعت في حته تانية؟ لا، هي طول عمرها كانت بتطلع لك في جنابك بس. لا، هو اسمها مخازن الدهون. وانسى ان انت عملتي ملء او فولنس للمخزن ده، هيطلع للمخزن اللي بعديه. مليتي جنابك وتخنتي 10 كيلو وتخنتي 20 كيلو، يبقى حضرتك لما انت هتعملي عمليه شفط دهون وهتشفطي من مكان انت بتشيلي 60 70% من الخلايا الدهنيه اللي فيه، مش هيروحوا حته تانية. لكن حضرتك لو انت قعدتي تزودي في وزنك 10 و20 و30 كيلو، فاكيد مش هيروح لحته تانية، هو هيروح للجسم نفسه. صح.